مرحبا بمستمعينا الكرام متابعي برنامج نساء غيرن العالم، حلقة جديدة نبثها لكم عبر أثير سورويو اف ام. شخصية اليوم عالمة أحياء بحرية أمريكية الأصل، قامت خلال حياتها بأبحاث حول الطبيعة والتلوث البيئي، أصدرت العديد من الكتب التي أظهرت فيها اهتماماتها البيئية. إنها العالمة راشيل كارسون. ولدت راشيل في 27 من أيار سنة 1907 في منطقة بالقرب من مدينة سبيرتينغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية. والدتها ماريا فريزير، والدها روبرت واردون كيرسون. كانت عائلتها تملك مزرعة كبيرة اعتادت على زيارتها والتمتع بجمال الطبيعة التي كانت مصدرها الدائم للتعلم عن الطبيعة. بدأت كيرسون في كتابة قصص الحيوانات في سن 8 ونشرت أول قصة لها وهي في 10. استمتعت بشكل خاص بمجلة القديس نيكولوس التي نشرت قصتها الأولى، وأعمال بوتر وجين ستريتون وهيرمان، حيث كان العالم الطبيعي وخاصة المحيط هو الموضوع العام لأدبها المفضل. التحقت كيرسون بمدرسة سبيرتينغ الصغيرة حتى الصف 10 وأكملت دراستها الثانوية في مدرسة بارناسوس في بنسلفانيا. اهتمت أيضا راشيل بالمجال الرياضي في المدرسة الثانوية وشاركت في فريق الهوكي وكرة السلة. وفي سنة 1925 تخرجت من المدرسة ونالت المركز الأول على صفها. بعدها دخلت كلية بنسلفانيا للبنات المعروفة اليوم باسم جامعة تشاتشام قسم اللغة الإنجليزية، ولكنها حولت تخصصها فيما بعد إلى علم الأحياء. تابعت كيرسون مرحلة الدراسات العليا في جامعة جونز هوبينز، ولكنها اضطرت للبقاء في كلية بنسلفانيا للبنات للسنة الدراسية العليا بسبب الصعوبات المالية، وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف سنة 1929. شاركت راشيل في دورة صيفية بمختبر الأحياء البحرية، أكملت دراستها في علم الحيوان وعلم الوراثة في جامعة جونز هوبكن، حيث تابعت الدراسة في علم الحيوان لتزيد معلوماتها عن البيئة. وخلال دراستها كانت تعمل في وظيفة بدوام جزئي في مؤسسة بيور أوف فيشرز كمساعدة في مختبر ريموند بير بعد عامها الأول في مرحلة الدراسات العليا. اضطرت راشيل للعمل مع الفئران وحشرات دروزفيلا والأفاعي والسناجب لكسب المال من أجل التعليم، وسرعان ما حصلت هذه الباحثة المجتهدة والذكية على وظيفة دائمة، وأكملت مشروع أطروحتها حول التطور الجنيني للأسماك، وحصلت بعدها على درجة الماجستير في علم الحيوان. استخدمت أبحاثها ومشاوراتها مع علماء الأحياء البحرية كنقطة انطلاق، وكتبت أيضا مجموعة دورية من المقالات لصحيفة ذا بلاتيمور وغيرها من الصحف، كما كتبت مقالة بعنوان عالم المياه
لمجلة أطلانتيك. كانت راشيل تعمل أيضاً كباحثة، فأعدت بعض الكتب التي اعتمدت فيها على أبحاثها كعالمة أحياء وداعمة للسلامة البيئية. بعض هذه الكتب ركز على عالم البحار بشكل خاص والبيئة بشكل عام. إن راشيل لم تتزوج أبداً، ولكنها تبنت طفلاً يدعى روتشر كريستي بعد وفاة والدته. لقد كانت ضد استخدام المبيدات الحشرية، ومن خلال كتبها أرادت توعية البشر جميعاً للآثار الناتجة عن استخدام هذه المواد الكيميائية، فأشارت لحجم التخريب الذي يقوم به البشر في البيئة، فحصلت كتبها على تقدير كبير، وفازت راشيل بجوائز الكتاب الوطنية. كانت إحدى المناصرات للبيئة والمعاصرات الرائدات الذين ساعدت أبحاثهن وكتبهن في زيادة الوعي حول مشاكل التلوث البيئي. غرست فيها والدتها حب الطبيعة منذ أن كانت راشيل طفلة، فكانت تفضل أن تقضي وقتها بين الأشجار وفي الحياة البرية. كتابها الثاني بعنوان The Say Around فاز بجوائز الكتاب الوطنية ضمن فئة الكتب غير القصصية، حيث أصدر المنتج والمخرج جين ألين فيلماً وثائقياً مقتبساً عن كتاب راشيل الذي حمل عنوان The Sea Around Us، وفاز هذا الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي سنة 1953. بعد وفاتها كرمت راشيل بوسام الحرية الرئاسي من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق جيمي كارتر، وكانت تجمعها صداقة قوية مع الكاتبة دوروثي فريمان. استمرت صداقتهما مدى الحياة، وبعد وفاتها سلمت أبحاثها ومخطوطاتها لجامعة ييل في كونتكت ليستفيد منها الطلاب في دراستهم. لقد عملت راشيل كعضو في الهيئة التدريسية لجامعة ماريلاند مدة 5 سنوات، وفي نفس الوقت كانت تتابع دراستها حتى حصلت على الماجستير في علم الحيوان سنة 1932. حصلت على وظيفة مرموقة في المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية. كتبت النصوص للبرنامج الإذاعي Romance Under the Water الذي ساعدها في الحصول على بعض الاستقرار المادي، حيث وظفت لكتابة النصوص خلال فترة الكساد الكبير. وفي عام 1936 عينتها هيئة بيور أوف فيشرز بوظيفة كعالمة أحياء بحرية، وبقيت مرتبطة معها خلال 26 عاماً. وفي عام 1937 كتبت مقالاً بعنوان Under Sea تحدثت فيه عن الحياة البحرية، وبعدها بأربعة أعوام نشرت كتابها الأول عن عالم البحار والذي حمل عنوان Under the Sea Wind، ونالت المعلومات العلمية والتفاصيل الحية الموجودة داخل الكتاب إعجاب جميع القراء. Once upon a time, there was a kingdom.
بحلول عام 1945 ازدهر عمل كارسون في خدمة الأسماك والحياة البرية، وأشرفت على فريق كتابة صغير في المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية. بعدها أصبحت رئيسة تحرير المطبوعات سنة 1949. أعربت مطبعة جامعة إكسفورد عن اهتمامها باقتراح كتاب كارسون لتاريخ الحياة في المحيط، مما حفزها على إكمال كتاب البحر من حولنا، كما قدمت في عام 1950 المبيد الحشري الجديد DDT والذي أصبح في النهاية موضوع بحثها. في عام 1948 بدأت راشيل بالعمل على كتابها الثاني The Sea Around Us، وقررت أن تمنح كل تركيزها ووقتها للكتابة، وأيضاً حصلت على مناصب هامة ومرموقة. وبعدها بعامين انتشر كتابها The Sea Around Us في متاجر بيع الكتب، ولاقى استجابة هائلة من جميع القراء وأيضاً النقاد، وسرعان ما أصبح هذا الكتاب من الكتب الأكثر مبيعاً وحقق لها استقلالاً مادياً. في عام 1955 نشرت راشيل كتابها الثالث بعنوان The Edge of the Sea، والذي كان الكتاب الأخير في ثلاثية عالم البحار. هذا الكتاب حقق نجاحاً كبيراً وحصل على تقدير القراء والنقاد، وشاركت راشيل أيضاً في كتابة كثير من المقالات حول مختلف القضايا، وبدأت العمل كمحافظة على البيئة. في عام 1962 نشرت راشيل واحداً من أهم أعمالها، وكان بعنوان Silent Spring، أي الربيع الصامت، والذي حذرت فيه الناس من مخاطر التلوث البيئي، ووضحت معارضتها لاستخدام المبيدات الحشرية كونها تؤذي الطبيعة بشكل كبير، حيث احتوى كتابها على البحث الكامل الذي شاركت فيه على مدار سنوات قبل أن تنشر هذا الكتاب. حذرت كارسون من المشاكل البيئية الناجمة عن استخدام المبيدات الحشرية، وكان لهذا الكتاب دور كبير في لفت انتباه الأمريكيين لهذه القضية. قوبل كتاب الربيع الصامت بمعارضة كبيرة جدا من شركات المواد الكيميائية، ولكنه أدى لتغيير أسلوب تعامل السياسات الوطنية مع المبيدات الحشرية. أسهمت كارسون أيضاً في وضع قيود على استخدام المبيدات في العديد من أجزاء العالم، وكان لها دور في قيام حركة بيئية أدت لإنشاء وكالة حماية البيئة الأمريكية. من أشهر أقوال راشيل كارسون: الإنسان جزء من الطبيعة، وحربه ضدها هي حتما حرب ضد نفسه. توجد طريقة واحدة لتفتح عينيك، وهي أن تسأل نفسك: ماذا لو لم أرى هذا من قبل؟ ماذا لو علمت أنني لن أراه مرة ثانية؟ الجنس البشري يواجه تحديات كبيرة لإثبات تفوقه، ليس على الطبيعة بل على أنفسنا. خلال السنوات الأخيرة من حياة راشيل كارسون أصيبت بسرطان الثدي وفيروس الجهاز التنفسي،
وجد الأطباء لاحقا أنها تعاني من فقر الدم الحاد بسبب علاجاتها الإشعاعية، واكتشفوا بأن السرطان قد وصل للكبد، وتوفيت بنوبة قلبية في 14 من نيسان سنة 1964 في منزلها في سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند، ودفنت في مقبرة بمدينة روكفيل، وهي نفس المقبرة التي دفنت فيها والدتها. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية حلقة هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد في الأسبوع القادم مع شخصية نسائية كان لها بصمة عبر التاريخ.